اهلا بيكم ابنائي الطلبه والطالبات، يسعدني ان النهارده نكون مع بعض عشان نكمل تاريخ تانيه ثانوي. احنا النهارده هنبتدي مع بعض الدرس الحقيقي في تاريخ تانيه ثانوي، ظهور الاسلام. احنا السنه دي بنتكلم على الدوله الاسلاميه اللي قامت وانتشرت وكان لها اكبر تاثير في العصور الوسطى. الدولة دي ما قامتش إلا على أساس ديني وهو الدعوة الإسلامية. إزاي بقى الدعوة الإسلامية ظهرت؟ وإمتى؟ وإيه العقبات اللي واجهتها؟ ده اللي هنبتدي نتكلم فيه بالتفصيل. إحنا طبعًا كان واضح بالنسبة لنا في الدرس الأولاني إن شبه الجزيرة العربية كانت متفرقة. مفيش أي حاجة بتجمعهم. لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا دينيا. يعني هما سياسيا حبة شغالين بالنظام القبلي وحبة شغالين بالنظام الملكي. دينيا بيعبدوا كل حاجة، ناس بتعبد ربنا وناس بتعبد الأصنام والأوثان، متفرقين، مفيش أي حاجة مجمعاهم. عشان كده بنقول فعلا شبه الجزيرة العربية كانت في وضع يخليهم كلهم متعطشين إلى أي حاجة تجمعهم، وخاصة لو كانت الحاجة دي اللي بتجمعهم حاجة كويسة، حاجة كلهم يحسوا فيها بالمساواة وكلهم لهم فيها نفس الحقوق وعليهم فيها نفس الواجبات. حقق حاجة تحقق لهم العدل، وده بقى اللي هيلاقوه في دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي ساعة ما جت حسهم فعلا انها بتسد فراغ كبير في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يمكن ميزة الدين الإسلامي هو انه دين بيحل مشاكل في جميع مجالات الحياة، مش بس دين، وبيغير جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. الدعوة الإسلامية ظهرت إزاي؟ ظهرت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي اتولد فين؟ في مكة. اتولد إمتى؟ اتولد سيدنا محمد يوم الاثنين، ماشي؟ 12 ربيع الأول 20 إبريل 570 ميلادية، ماشي؟ يعني أنت عايزة تقولي 12 ربيع الأول 20 إبريل 570 ميلاديا. طب أنت كتبت فوق اليوم والشهر، ما كتبتش فوق السنة ليه؟ دي السنة الهجرية، أمال اللي تحت دي السنة الميلادية. السنة الميلادية أنا كنت عارفة اليوم والشهر والسنة. 570 ميلاديا يعني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اتولد بعد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ب 570 سنة. ما انا ابتديت اعد من اول ميلاد الرسول، ميلاد سيدنا عيسى. طب امال السنة الهجرية؟ لا، السنة الهجرية كنا نعرفها شهور بس. لما اتولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت شهور. نعرف محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادى الاول، جمادى الثاني، وال 12 شهر. طب سنة كام؟ ما كانش بنعد سنين، ما كناش بنقول 1 2 3 4، احنا ان شاء الله هنعد بعدين. خلاص؟ وهنعرف امتى ابتدينا نعد السنة الهجرية. امال بيعرفوا السنة الهجرية منين من بعض؟ بالأحداث الهامة. يعني نقول مثلا السنة دي سنة حرب البسوس. أنا اتولدت السنة اللي حصل فيها حرب البسوس. أنا اتولدت السنة اللي حصل فيها حلف الفضول. أنا اتولدت في السنة اللي حصل فيها عام الفيل. خلاص؟ وبالتالي أنا بعلم السنة بالأحداث الهامة. العرب كانوا ماشيينها كده. يبقى العرب في شبه الجزيرة العربية ماشيين السنة الهجرية بالأحداث الهامة، الأيام المميزة اللي في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد بقى سنة كام هجريًا؟ اتولد في 12 ربيع الأول عام الفيل. ليه؟ عشان العام ده
حصل فيه حادثة مشهورة جدا اسمها حادثة الفيل، اللي هي ايه طبعا؟ اللي هي ان الكعبة بيت الله الحرام كان في اليمن الحبشة، وكان فيها واحد اسمه أبرهة، كان حاكم حبشي عايش في اليمن، قرر انه يجي يهد الكعبة، وجاب جيش من اليمن وجاب معاه سلاح العرب مش متعودين عليه، اللي هو مين؟ الفيل. احنا كنا بنشوف الحصان، بنشوف الجمل، لكن الفيل ده كان غريب عليه. فلما الجيش يتقدموا الفيل يخوف الحصانة، والحصانة تخاف وتبعد عن المعركة، وتحصل بقى الحادثة دي، وييجوا ويهجموا على الكعبة، ونعرف إن أهل مكة كلهم سابوا الكعبة وخرجوا. ولما سئلوا عن ذلك قالوا للكعبة بيت يحمي، للكعبة رب يحمي. ماشي، يعني احنا مقتنعين ان الكعبة دي بيت ربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب بيته. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى ارسل طيرا ابابيل، طير كده في ارجلهم حجارة صغيرة، قعدت ترمي جيش ابرهة، وكانت بتصيبهم اقوى من القناة، وابادت الجيش بالكامل بما فيه الفيل اللي كان جاي وبيتباهى بيه. طبعا العرب بالنسبة لهم كان حدث كبير، رفع من شأن الكعبة، واثبت فعلا انها بيت الله الحرام، وان محدش يقدر ان هو يقرب لها خالص. ماشي، وكل الناس عرفت ان السنة دي حصل فيها حادثة اسمها حادثة الفيل، لما حاول الاحباش في اليمن هدم الكعبة وفشل. السنة دي بقى اتولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اصبح واضح بالنسبة لكم ان السنة الهجرية ما كانتش لسه بتتعد، ولكن بتتعد بالاحداث الهامه. عشان كده انا قلت تحت 570 في السنه الميلاديه، لكن فوق قلت حدث مهم. الرسول عليه الصلاه والسلام اتولد فين؟ في مكه، 12 ربيع الاول. وطبعا دلوقتي احنا طبعا بنحتفل كل سنه يوم 12 ربيع الاول، ويمكن احنا في هذا الشهر لسه عايشين اجواء الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد من أعز الناس نسبا وصهرا، والده هو عبد الله بن عبد المطلب، والدته السيدة آمنة بنت وهب. للأسف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، مات أبوه قبل أن يولد. معايا؟ وكان من عادتهم ان هم ياخدوا الاطفال الصغيرين بعد ولادتهم على طول ويبعتوهم الباديه. يعني ايه الباديه؟ يعني يعيشوهم في قلب الصحراء عشان يتعودوا على الهواء النقي، يتعودوا على الحياه الواسعه. خلاص، في الباديه هناك يتعودوا على العيشه الصحيه، ويصبح جسمهم أقوى. علشان كده كانوا بيودوهم البادية وتتعهدهم مرضعات، بيتم إرضاعهم في البادية. ليه؟ عشان يوفر لهم تنشئة صحية وجسمية سليمة. الرسول عليه الصلاة والسلام راح مع المرضعة بتاعته السيدة حليمة، وقعد في حتة اسمها بني سعد حوالي 4 سنين. طبعا ده مش طبيعي، المفروض يقعد سنة سنتين، 4 سنين، لأنه كان مصدر خير وبركة للسيدة حليمة. وكل ما يقرب ميعاد رجوعه لأهله كانت بتروح وتتوثق علشان يخلوه عندها شوية. عشان كده قعد عندها 4 سنين. بعد كده بتتوفى السيدة آمنة بنت وهب، والرسول عليه الصلاة والسلام عنده 6 سنين. كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيفقد أبوه وأمه في سن صغير. الرسول عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا أكبر مثل إن حياته ما كانتش سهلة، بقت كانت مليانة بالعديد من الصعوبات، ومع ذلك أصبح أعظم بشر في التاريخ. يعني أنا عايز أقول إن الحياة الصعبة ممكن تخلق إنسان عظيم لو هو ما استسلمش للظروف. ماشي، ما نخليش الظروف هي الشماعة اللي نعلق عليها فشلنا، ونقول أصل أنا معذور، اصل انا اتولدت يتيم، اصل ما حدش كان بياخد باله مني. ده مش اصل،
الانسان في الحياه المفروض ان هو يواجه المشاكل، ها، ويكون عنده امل وطموح وقدره على التحدي وتخطي الصعاب. الرسول عليه الصلاه والسلام حياته ما كانتش بسيطه ولا سهله من اول يوم. ولد يتيما ثم فقد امه في سن 6 سنين، فيتكفله جده عبد المطلب. وحتى جده عبد المطلب اللي كان بيحبه برضه توفى ليتكفل به عمه ابو طالب. عمه بقى لما بيتكفل به كان كثير الاولاد، يعني عنده اولاد كتير، وما كانتش حالته ميسوره قوي، ومع ذلك هو مسؤول كمان عن ولاده ومسؤول عن ابن اخوه. والرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد كان انسان رقيق بطبعه، وحاول ان هو يبتدي حياته بشكل مبكر عشان ما يبقاش عبء على عمه، وبالتالي ابتدى يشتغل مبكر عادي، ابتدى يشتغل وهو صغير ويتحمل المسؤوليه، وقام بالعديد من الاعمال، وكل شغلانه كان بيشتغلها كان بيستفيد منها. اول شغلانه اشتغلها، ها، راعي الاغنام، كان بيرعى الغنم. راعي الغنم خلاه يتعلم انه يتعامل مع الحيوانات اللي يقدر يفهمها من غير ما تتكلم، يقدر يحس بيها، يعرف ان هي جعانه، يعرف ان هي عطشانه، يعرف هي محتاجه ايه دلوقتي، ماشي. وده بيعلمه بعد كده انه ما يستناش لما الانسان يعبر عن مشاعره، انا ممكن لما ابص الانسان احس بيه من غير ما يتكلم. الرسول عليه الصلاه والسلام تعامله مع الحيوانات علمه الرأفه والعطف ولين الطبع، لان الحيوان عاده بيبقى مسكين مش قادر يعبر عن مشاكله، انت اللي لازم تاخد بالك منه، لو ما اكلتوش مش هياكل، انت اللي لازم تاكله، لازم تبقى حنين عليه مش قاسي، ماشي. وبالتالي اتعلم الرأفه والعطف ولين الطباع، وكان حنين وطيب من خلال انه حنين على الحيوانات الضعيفه اللي ما تقدرش تعمل حاجه الا لما هو يعملها لها. يبقى راعي الاغنام بيحاول الرسول عليه الصلاه والسلام ان كل مرحله في حياته يخرج منها ويستفيد. لما بيكبر شويه بيقرر ان هو يمارس الحرفه الرئيسيه في شبه الجزيره العربيه، وهي التجارة، وإن يخرج بقى خارج مكة ويتجه إلى بلاد الشام، يسافر لبلاد تانية ويشوف عالم جديد ويتاجر ويتعلم المسؤولية ويمسك الفلوس ويحس إنها أمانة عنده، وإنه زي إن هو يستغلها علشان الفلوس دي تزيد، وإزاي يتعامل مع الناس ويجذبهم له كتاجر، ها، إنهم يتعاملوا معايا بالأخلاق الطيبة والصدق والأمانة. يبقى دلوقتي بيتعامل، بيعرف عديد من السلوكيات تخليه ان هو يكون تاجر امين وصادق وقد المسؤوليه، وعارف ازاي يدير تجارته، ها، ويحقق بيها اكبر مكسب ممكن. يبقى انا طيب صحيح، ماشي، لكن قوي ومتحمل مسؤوليتي وعارف ازاي اتعامل مع الناس وافهمهم. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام مارس كام حرفه؟ حرفتين، حرفة الرعي وحرفة الايه؟ التجارة. وكل واحدة من دول دي بتعلمه الرحمة، ودي بتعلمه تحمل المسؤولية. يبقى كان طيب وقوي ومتحمل المسؤولية. التجارة يعني فلوس، والفلوس بتحتاج عقل صح. والرسول عليه الصلاة والسلام مارس أحلى مهنتين، الرعي والتجارة، وده اللي أكسبه العديد من الصفات في وقت مبكر. مش بس كده، مش بس الرحمة وتحمل المسؤولية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده سمات كتير أحلى من بعض، لو إحنا قعدنا نتكلم فيها هنقعد طول الشهر نحيي ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام وصفاته. فهو بيحاول في الكتاب يديك نماذج، أمثلة، لكن لازم تبقى عارف إن مش دي كلها صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن الكريم. من أشهر الصفات اللي كانت موجودة فيه قدرته على حل المشاكل. إزاي؟ أهل مكة كلهم كانوا بيحبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويثقوا فيه وفي عقله،
وممكن لما تحصل مشكله ممكن يلجأوا له ويقولوا له ايه رأيك، ماشي، في ثقه ان هو يقدر يفكر تفكير سليم. في الفتره دي حصلت مشكله في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا الكلام ده كله لسه ما نزلش عليه الوحي، الرسول دلوقتي بيكبر وما نزلش لسه عليه الوحي، لكن كل الناس مشهور فيهم بالامانه، بالصدق، بالعقل الراجح، بالتفكير السليم. الكعبه لعلمكم بتتبنى اكتر من مره، يعني الكعبه اللي احنا شايفينها دلوقتي وبنحج ليها مش هي دي الكعبه اللي بناها سيدنا ابراهيم. طبعا الزمن بيمر عليها وبتتاثر وبتتهد وبترجع تتبنى تاني. بتتهد وتتبنى، ايوه عادي بتتهد وتتبنى، بس كل واحد بيحاول يرجع يبنيها بيحاول يبنيها في نفس المكان بالظبط عشان يكونوا ملتزمين بسنه سيدنا ابراهيم عليه السلام. ومن الحاجات الاساسيه برضو اللي لازم يلتزموا بيها الحجر الاسود، ماشي. المفروض انت لما بتحج ان شاء الله لازم تطوف حوالين الكعبه 7 مرات، ولازم تبتدي من حته معينه، يعني ما ينفعش احنا نبتدي من اي حته كده، يعني نبتدي الحج من عند حته كده اسمها الحجر الاسود. من اول الحجر ده تروح تبادي وتعد بقى، تلف وترجع له تاني تبقى نمره 1، تلف وترجع له تاني تبقى نمره 2، خلاص. فالحجر الاسود ده حجر مميز، ويقال ان لو كل الاحجار اتغيرت الحجر ده ما بيتغيرش من ايام سيدنا ابراهيم، وبالتالي ذكرى سيدنا ابراهيم فيه. وعليه اقوال كتير برضه بتقول له اهميه، لكن في النهايه هو حجر مميز في الكعبه وبيت الله الحرام. يهدوا الكعبه وياخدوا الحجر ده يحطوه على جنب، ويرجعوا يبنوا الكعبه ويحطوا الحجر الاسود في نفس المكان زي ما كان سيدنا ابراهيم حاطه بالظبط. المره دي بقى الكعبه اتهدت وجايين يبنوها تاني، ما عادش فاضل غير الحجر الاسود، عايزين يحطوه. هنا بقى بيحصل نزاع ما بين القبائل، لان وضع الحجر الاسود ده شرف كبير، وبعدين هم مش بيهدوا الكعبه ويحطوها كل يوم، فممكن كل واحد في قبيلته يحط كده في السجل بتاعه احنا اللي كان لينا شرف وضع الحجر الاسود فين؟ في الكعبه. اللي هو كل قبيله عندها سجل، السجل ده مش مكتوب لكن ده سجل شفوي تتباهى بيه قدام القبائل الثانيه، احنا اللي عملنا، وده يقول احنا اللي عملنا. الفخر ده شيء اساسي في شبه الجزيره العربيه بين القبائل. وبناء عليه قعدوا كلهم يتشكلوا، وكان ممكن توصل للحرب، واحنا عارفين ان الحرب ممكن تقوم لاقل من كده بكتير، يعني ممكن شويه ميه ولا معزه تشرب من بئر قبيله ثانيه تقوم فيها حرب. ما بالكم بقى الحاجه اللي زي دي، الحاجات المعنويه والدينيه اللي لها اهميه خاصه في نفوس كل الناس، وحاجه مش هتحصل غير في العمر مره. مين بقى اللي يحطوا الحجر الاسود؟ ففكروا قالوا طب بدل ما نتشاكل احنا نحتكم لايه؟ لحد. وقرروا انهم يقبلوا راي اول من يدخل عليهم البيت الحرام. وكان اول واحد يدخل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فساعه ما شافوه استبشروا، قالوا كويس حلو. ليه؟ لان هذا الرجل امين، رضينا به حكما. فسيدنا محمد سمع الموضوع وقرر ان هو يرضيهم كلهم. ازاي؟ قال لهم هاتوا توب خلاص، وحطوا على الارض، وراح حاطط الحجر فيه، وقال كل قبيله تمسك طرف من طرف الصوب ده، وكلكم ترفعوا الحجر، ومحدش بعد كده يقدر يقول انا اللي رفعته لوحدي، كلكم رفعتم الايه؟ الحجر الاسود مع بعض. يبقى كده هينلغي موضوع النزاع ما بينهم، وان واحد يفتخر على الثاني بحاجه والثاني ما يقدرش يعملها. وفعلا سمعوا الكلام وكلهم تشاركوا في هذا الشرف، وفي الاخر وصلوه لغايه الكعبه، وسيدنا محمد راح واخده وراح حطه في الكعبه. وكده حقن الدماء وقفل باب حرب كان ممكن تدوم لسنوات عديدة، ماشي. يبقى سيدنا محمد قدر يلاقي فكرة تريحهم وتحل المشكلة، وهم كلهم يرضوا بيه. أنا رأيي إنهم رضوا بيه لسببين، أولا رأيه كان حكيم، تاني حاجة هم عندهم استعداد يتقبلوا هذا الرأي من سيدنا محمد، لأن هو نفسه كشخصية مقبولة لديهم. تعرفين لو هو شخص مكروه، لكن هو انسان ثقه وامين وله تاريخ معاهم كتير ومحبوب، ده بيخليهم بعد كده يتقبلوا اي كلمه هو يقولها، وده لازم يكون واضح بالنسبه لهم. سيدنا محمد حتى نزول الوحي
كان شخصية محبوبة وثقة من جميع القبائل، وجدت القبائل بتتنازع ولا قبيلة قالت لا احنا مش عايزين محمد، بالعكس كلهم متفقين على مين؟ على ان سيدنا محمد امين وثقة ويقدر يحكم واحنا هنرضى بحكمه. شوفوا يعني واحد كل القبائل مجمعة عليه، لازم تكونوا لاحظتوا الحتة دي، ان كل القبائل وافقت ان سيدنا محمد يحكم ما بينهم. مين ده الشخص بقى اللي بيلاقي الاحترام من كل هذه القبائل؟ يعني عادة الإنسان واحد يوافق عليه والتاني يرفض، لكن يحصل عليه إجماع من جميع القبائل كما هو واضح من هذه الحكاية، يبقى ده بالنسبة لنا بيعتبر نقطة لصالح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لازم نكون واضحة بالنسبة لنا واخدين بالنا منها ما نعديهاش كده. إنسان مجمع عليه جميع القبائل. خلاص؟ سيدنا محمد كان بيحب العدل وبيكره الظلم. وحصل الحكاية دي لما مرة من مرات راجل جه وجايب إبل يعني جمال وعايز يبيعها في مكة. أبو جه اشتراها منه، وبعد ما اشتراها منه تمنها كام؟ كذا. ماشي حاضر بس مش دلوقتي. طب امتى؟ بكرة. بكرة يجي بعده يجي بعده، وما رضاش يديله الفلوس وماطر في التمن. فوقف الراجل ده في وسط مكة وقال لهم يا معشر قريش من يأتي لي بحقي من أبا الحكم فإني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي. يعني هو علشان أنا قاعد في وسطكم ها وبعيد عن أهلي بتستضعفوني؟ عشان إيه؟ طبعا أنا لو اتكلمت أبو جهل طبعا هيجي ويتشاكل معايا، وإحنا عارفين لو حصل خلاف كلكم بتقفوا مع قريبكم بصرف النظر هو ظالم ولا مظلوم. أنا بقى عشان قرايبي مش موجودين فأنا هضطر أسكت بقى لأن أنا غريب بقى في وسطكم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مجرد ما بيسمع الكلام بيزعل جدا. يعني معقولة يا جماعة يتعرف عن قريش كده إنها بتستغل الناس؟ ها يعني أنا ما بديك حقك لما أكون خايف منك، لكن لو أنت ضعيف ما أدكش حقك؟ اهدى. يعني إحنا بندي الحقوق مش عشان العدل، إحنا بندي الحقوق عشان خايفين منكم. على طول أبو جهل راح واخد بعضه داخل البيت جايب الفلوس واداها للراجل. تقف انت هنا بقى ليه؟ ليه ساعة ما سيدنا محمد راح قال له اعطي هذا الرجل حقه، الرجل بسرعة راح داخل جايب الفلوس وراح اعطيها له. الرسول ده مثلا يخوف يرعب ساعة ما شافه عارف ان الرسول هيضربه. اولا الرسول اصغر من ابو جهل، اصغر منه طبعا. خلاص؟ فالمفروض ابو جهل كبير بقى وكلامه يبقى ايه هو اللي يمشي، بس سيدنا محمد واقف ومعاه الحق وابو جهل معاه الباطل. طب وايه يعني؟ طب ما هو الراجل برضه كان معاه الحق وقال له اديني فلوسي وما بيديهولوش، اشمعنى لما الراجل يقول له اديني فلوسي ما يدلوش وسيدنا محمد لما يقول له اديله فلوسه يخش على طول يجيبها ويجي؟ عارفين هو دخل ليه؟ مش لانه بيحب سيدنا محمد، مش لانه بيحترمه، مش لانه بيراعي مشاعره لان احنا قرايب، لا 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 مفيش اي حاجه من دي خالص. امال علشان ايه؟ عشان العصبيه القبليه. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يقول له هات لي حقي هو مين اللي بيقولها؟ راجل غريب واقف، لو قلت لك لا هتعمل ايه؟ مش تقدر تعمل حاجه. لكن لما سيدنا محمد يروح يقول له هات الفلوس يقول له لا انت بتزعلني، انت عارف انا مين؟ انا لو زعلت يبقى انا مش انا اللي زعلت، ابو طالب كلهم زعلوا. اه لا ما اقدرش بقى، ده له عيله وعزوه وممكن يجيب العيله ويجي، يبقى خلاص بلاش. يبقى هنا ابو جاب الفلوس خوفا من العيله. خلاص؟ لكن مش ايه؟ مش احقاقا للعدل. يبقى سيدنا محمد عمل ايه؟ امد الراجل بالعزوه، جعله كانه فرد مني. الراجل ده اهو انا بعتبره تبعي بقى. وانا هقف معاه انا وابو طالب. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام اعز هذا الرجل بالعصبيه القبليه. قال له انا بقى حقك انا اللي هجيبه لك انا وعيلتي.
فاهمين هو بيعمل ايه؟ يبقى هو بيساعد الغريب. يبقى انا دلوقتي مش شرط ان انت ما انتش من عيلتي يبقى انا ايه؟ مهتمش. لا، طالما ان انت مظلوم يبقى انا هقف معاك انا وعيلتي. وبيستغل العصبيه القبليه لايه؟ لتطبيق العدل. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيرفض تماما الظلم وبينصر المظلوم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان شخصيه فاعله في المجتمع. يعني ايه؟ يعني عايش في المجتمع وعارف اللي بيحصل فيه. مش مريح دماغه تساله مين اللي بيحكم البلد يقول لك معرفش، ايه اللي بيحصل اليومين دول يقول لك معرفش. المفروض الانسان يبقى ايجابي في المجتمع، ولازم يبقى واعي بكل حاجه تحصل فيه، ويكون له راي ومشارك كمان. يعني لازم يكون لكم دور وتشاركوا في المجتمع. خلاص، مش بس تعرف اللي بيحصل في المجتمع، تعرف ويكون لك راي وتشارك بايجابيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان موجود في المجتمع بتاعه وعارف كل حاجه بتحصل فيها، وبيحاول ان هو يشارك على قد ما يقدر. اي حاجه يقدر يعملها بيعملها. اظن مفيش حاجه ادل على كده من حلف الفضول. ايه هو حلف الفضول؟ خدناه احنا في الدرس الاولاني. ها، ده حلف اتفقت فيه القبائل ان العصبيه القبليه غلط، وان احنا نقف مع اهلنا سواء كانوا ظالمين او مظلومين غلط، زي ما حصل كده من شويه. ها، لما راجل يجي يطالب بحقه من ابو جهل، وابو جهل ما يرضاش يديله حقه، ومفيش حد من عيله ابو جهل يقول له عيب، ها، وده غلط وده حرام وتديله حقه. لا، يقفوا مع ابو جهل وايه، ويخلوا الراجل يخاف وما يقدرش ياخد فلوسه لولا تدخل سيدنا محمد بعيلته وعصبيته عشان يسند الحق. الكلام ده طبعا وضع غلط، وقرروا ان هو ما يتكررش تاني. وبالتالي قعدت كل قبائل مكه واتفقوا انهم لازم يكونوا يد واحده مع المظلوم على الظالم. يعني لما يكون في طرفين ها وبينهم خلاف، نقعد كده مع بعض ونشوف ايه الخلاف، ونعرف مين المظلوم وكلنا نقف معاه. حتى لو كان الظالم ده واحد مننا، لا، ما نقفش معاه. يبقى لازم نعمل العدل ونطبق العدل. والرسول عليه الصلاه والسلام شاف هذا الحلف وشاف هذا الاتفاق وشارك فيه وشاهد عليه وضمن ان هو لازم يتنفذ. يبقى كده الرسول عليه الصلاه والسلام شخصيه فاعله في المجتمع، بيعرف كل حاجه بتحصل، واذا كان في حاجه ممكن تصلح الاوضاع يشارك فيها ها ويشهد عليها علشان يتم تحقيقها. جميل. الرسول عليه الصلاه والسلام كان تملي يحب يقعد لوحده كده في غار حراء خارج مكه خالص، ياخد بعضه ويخرج من مكه، يقعد في غار كده في جبل عالي ويتامل في قدره ربنا سبحانه وتعالى، ويسال نفسه يا ترى اللي بيحصل حواليه صح ولا غلط؟ يعني مش لازم انا عايش في المجتمع وكل حاجه بتحصل في المجتمع تبقى صح. لا، انا لازم يكون لي راي. لان طول ما احنا عايشين لازم يكون احنا عندنا رغبه في التغيير، والتغيير للاحسن. ده يمكن نكون مقتنعين ان احنا وصلنا لدرجه الكمال. لازم نكون عارفين ان احنا لازم في حاجه لسه عندنا ناقص. وبالتالي مش غلط ان احنا نفكر ايه اللي لسه ناقصنا ونحاول ان احنا نكمل. علشان ما نفضلش واقفين في نفس النقطه. لا، المفروض احنا نكمل على اللي عملوه اهالينا. واولادنا بعد كده يجوا يكملوا اللي احنا عملناه. ماشي؟ عشان يبقى كل يوم في تقدم وفي تغيير. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيفكر ويتامل في عظيم قدره ربنا سبحانه وتعالى في اوضاع شبه الجزيره العربيه. وكان تملي بيفكر هل يا ترى الاوضاع دي صح ولا غلط؟ واذا كانت صح بيأيدها، واذا كانت غلط بيحاول ان هو يتجنبها. ماشي؟ يبقى من صفات الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان كثير التفكر والتامل، وده كان بيحاول ان هو يعمله من وقت للتاني ويتفرغ له تماما للتفكير في غار حراء. وده الغار اللي نزل عليه في القرآن الكريم، وأول كلمة نزلت على سيدنا محمد هي اقرأ. وده لازم يلفت نظرنا جامد، إن ربنا سبحانه وتعالى مش أول كلمة نزلها على سيدنا محمد وهي اعبد ربنا. لا، قبل ما ربنا يقول لنا اعبدوني قال إيه؟ اقرم. اقرم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعبده بعلم، نعبده عن معرفة، نعبده واحنا مقتنعين انه مستحق للعبادة. ربنا سبحانه وتعالى ها
ما بيخافش من العلماء، العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان كل ما يتعلم أكبر وأكتر، كل ما يتأكد من وجود ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عايز إنكم تتعلموا، عشان كل ما تتعلموا تعرفوا قدرتي في هذه المخلوقات اللي أنا خلقتها، وتتأكدوا من وجود ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي تصبحوا على يقين بوجود الله واستحقاقه للعبادة. مفيش حاجة تدل على إن الدين الإسلامي بيشجع العلم، ومفيش أي تعارض بين العلم والدين، أكبر دليل من إن ربنا سبحانه وتعالى أول كلمة ينزلها على سيدنا محمد في القرآن الكريم هي اقرأ. ماشي، الأمر بالقراءة هنا واضح جدا، بيدل على إيه؟ على أهمية العلم، وإنك تشغل عقلك وتقرأ وتقرأ كتير. يبقى التفكير مطلوب، ونشغل عقلنا مطلوب. ماشي، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده العديد من الصفات، يمكن احنا قلنا جزء صغير منها وحاولنا ان احنا نوضح، لغاية لما ينزل عليه الوحي في غار حراء، وكان نازل في الليل مش في النهار. تخيلوا كده انتوا قاعدين في غار في كهف مظلم ظلمة لوحدي بعيد عن الناس خالص، فجأة يظهر قدامي حاجة كده كبيرة وضخمة، يمكن في هيئة إنسان بس ضخمة قوي، وبعدين يظهر فجأة، وكمان ما بينزلش كده على سيدنا محمد يطبطب عليه ويقول له ازيك، صباح الخير، مساء النور، سلام عليكم، ده نزل عليه فجأة كده، وراح ماسكه من هدومه وشده جامد خلاص، وبيقول له اقرأ، ويزعق فيه كمان، يا ريته بيتكلم بصوت واطي، بيقول له اقرأ، ويكررها عليه 3 مرات. ماشي، عشان يرد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له ما أنا بقارئ. لكن عشان نسمع السؤال مرة واثنين وثلاثة ونسمع الرد، عشان نتأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وده بالنسبة للرسول ما بيعتبرش بالنسبة لنا عيب فيه. المفترض أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل الكلام اللي هيقوله مش من عنده، مش من تأليفه زي ما بيقولوا، زي ما هيدعوا بعد كده ويقولوا ايوه الكتاب ده هو اللي مألفه، لا مش مألفه، هو كانش لا بيعرف يقرا ولا ايه. امال الكلام ده ايه؟ ده الكلام ده عبارة عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، والرسول ده محمد، ده هو محمد، ده ما هو الا رسول، حد كده اداله ورقة وقال له خد الورقة دي روح اديها لمين؟ للناس دول، فهو جايبها، بس بدل ما جايب ورقة مكتوبة جايب ايه؟ كلام منطوق بيسمعه وبيجي يقوله، والكلام اللي سمعه ده مش كلامه ولا تأليفه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلما تلاقوه بقى بيتكلم في الطب، ولا بيتكلم في الفلك، ولا بيتكلم في الجغرافيا، ما تقولوش بقى ايه ايوه ما الواد عالم ورأي قرأ كتب كتير وبالتالي قدر يألف الكتاب ده، لا لا، هو لا يعرف في الجغرافيا ولا يعرف في الفلك ولا يعرف في الطب، الكلام ده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا جبريل قال له كده، قال له انت هتقرأ بس من هنا ورايح مش هتقرأ، انت هتقرأ باسم ربك الذي خلق. عشان كده اول ما بيقرأ القرآن يقول ايه؟ بسم الله، يعني الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش كلام، امال ده كلام مين؟ ده كلام ربنا. ماشي، انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان اوضح لكم دلوقتي ان الرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي في موقف عصيب، واحد لوحده ونازل واحد وقف قدامه وشخط فيه وقعد يسأله، وبعد كده بيقول له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واختفى. طبعا مجرد ما هو اختفى هو بص لده وما تلاقيش حد، خاف وترعب ونزل من الغار جاري. راح فين؟ روح بيته على طول. أول ما بيخش بيته بقى بيخبط ويتفتح الباب ويلاقي السيدة خديجة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتزوج السيدة خديجة، وبنقف معاه هنا بقى وقفة كبيرة. السيدة خديجة تعتبر نموذج لدور المرأة الزوجة، ودور المرأة المشاركة في الدعوة الإسلامية، يعني دورها إيجابي في المجتمع ودورها إيجابي في بيتها.
سيدة خديجة كانت أكبر من الرسول عليه الصلاة والسلام سنا، ماشي؟ ويمكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيختار الحياة لسيدنا محمد، وعارف إن هي دي السيدة اللي تصلح له في هذه المرحلة، إنه محتاج أم وزوجة وعقل وحكمة في المرحلة دي بالذات. السيدة خديجة بتشوف جوزها داخل عليها من الباب، ماشي، وبيرتعش وخايف ومرعوب. مش مفروض بقى ساعتها، بقى ساعة ما تشوفه جاي كده، هي الأخرى بقى تتلهف وتتفزع وتتخض، وفي ايه ومالك واحكي لي وطمني. هو مين اللي محتاج يطمن، هو ولا انت؟ هو اللي جاي خايف، يبقى انت محتاج ان هو اللي يطمن، بس انا مش عارفه ماله عشان اطمنه من غير ما تعرفي. يبقى ما يجيش بقى هو من بره، ماشي، وعنده مشاكل وفي حاجه شغلاه، وانت بقى تقعدي تغطي. انا المهم اعرف هو ايه. المعرفه دي بعدين لما الدنيا تهدى، ده دلوقتي خايف ومرعوب وكله عرق، ده شايف حاجه خضته. طمنيه، قولي له خلاص الخوف اللي انت خايف منه اختفى، انت دلوقتي قاعد في بيتك ومفيش حد حواليك والحمد لله مفيش اي شر، يعني اللي انت كنت خايف منه 1000000% ما هوش موجود دلوقتي. يبقى السيدة خديجة دلوقتي بتوريكم موقف الزوجة لما تبقى زوجة في موقف زي ده. شوفوا بقى هتعمل ايه. ها، اول حاجة طمنته، مش هي اللي بتطمن، هي بتطمنه وبتهديه، خلاص. وبعد ما بيدخل ويقعد ويهدى ويقعد بقى يطمن انه قاعد في مكان امن، يحكي لها. فلما يحكي لها هي الأخرى لسه مش فاهمه، يعني هو ايه اللي ظهر لك ده، لكن شوف بعقلها، ما تقعدش بقى تفلسف الامور ولا تدعي ولا تفتي. هي قالت له شوف احنا ما نعرفش هو ايه، بس اللي انا متاكده منه ها ان ربنا عمره ما هيضرك. ده يمكن ها يكون اللي انت شفته ده حاجه وحشه. ليه ما تكونش حاجه وحشه؟ ليه؟ قالت له اصل انت راجل طيب. وتقعد تفكره بقى، انت تصل الرحم واخد بالك من اهلك ومراعي الصغير والكبير وتحمل الكل، عمرك ما تسيب هم ولا حد يكون مهموم الا لما تشاركه وتحاول تساعده، تكسب المعدوم اللي معهوش فلوس بتكسبه، وبتدي للفقير وتكر الضيف، يعني ما فيش ضيف يخش بيتك الا لما يلاقي الكرم، وتعين على نوائب الحق. الحق بقى اللي هي الشدايد والمصايب اللي ممكن تواجه الانسان في حياته، انت بتساعد كل الناس. انت بتساعد الناس وبتساعد اهلك وبتساعد الغريب وبتساعد الفقير وبتكرم الضيف. فبتقعد تفكره كده، على فكره انت بتعمل كل ده، ومش ممكن انت تبقى احسن من ايه؟ من اللي خلقك، اكيد اللي خلقك احسن منك. فاذا كنت انت كبشر يا انسان يا بسيط ها؟ ما بترضاش تزعل حد. ربنا بقى هو اللي هيزعلك؟ ها؟ هيزعلك ليه بقى؟ فبتحاول تقنعه بالعقل كده، ها، وبترضيه. اما بقى المشكله اللي انت واقع فيها دي، انت عاوز لها حل، مش انا بقى، امال مين؟ تعالى نسال حد بيفهم في الموضوع ده بقى. واخداه السيده خديجه، يبقى اول حاجه بتطمن الرسول عليه الصلاه والسلام، شوفوا موقفها كده بالتدريج. تاني حاجه تلجا السيده خديجه الى اهل العلم، ها، ما خدتوش بقى وراحت بيت له تعالى نشوف زعيم من زعماء قريش وكبار الرجال. لا، مش شرط، مش شرط ان احنا نروح لاكبرنا سنا، مش شرط ان احنا نروح للحاكم او لرئيس القبيله. انا مش عايزه الشكل السياسي، انا مش مظلومه وعايزه عايزه عدل. لا، انا في موضوع وعايزه حد يفهم في الموضوع ده بالذات اللي انا فيه، يبقى نروح لاهل العلم. ها، ما نروحش مثلا لأهل المال، لحد غني كبير مشهور في البلد. مين بقى ابن العلم ده؟ ابن عمه، ورقة ابن نوفل. وتاخده كده وتقول له أصلا ابن عمي ده بيقرأ كتب كتير، وأكيد شاف أحداث غريبة، تعالى نحكي له اللي حصل لك. نقول له اللي بيحصل ده عادي ولا غريب؟ ها، إيه حكاية الناس اللي بتظهر وبتختفي دي؟ بتروح لورقة ابن نوفل، الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي له كل اللي حصل. فسيدنا ورقة يقول له أيوة اللي حصل ده مش غريب، احنا متعودين على كده، أصل أنت مش أول نبي، في أنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم
علشان يبلغوا رسالتهم الى الناس. والواسطه اللي كان بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى بيبقى الوحي، اللي هو بيقول عليه الناموس، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى متعود يبعته على الانبياء، زي سيدنا موسى كده مثلا، كان بينزل يبلغ سيدنا موسى بالاخبار. هو ده اللي جالك واسمه جبريل، واعمل حسابك من دلوقتي ان ربنا اختارك وانك نبي، وانك نبي هذه الامه اللي احنا كلنا متبشرين بيه في الكتب ومستنيينه، ماشي؟ وان ربنا هيقف معاك وهينصرك، بس الموضوع مش هيبقى سهل ومتعب، خلاص؟ ولازم تخلي بالك، ويا خديجة خلي بالك منه، المشوار هيبقى صعب ولازم كلنا نقف جنبه. والسيدة خديجة تسمع الكلام ولا تخاف ولا تترعب ولا تقول ده هيجيب لنا مشاكل ولا وجع دماغ، لا بالعكس، بتثبت وكمان تثبت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتشجعه انه يستمر ويثبت طالما ان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معاه. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه مناسبة من المناسبات، لأن السيدة خديجة توفت قبل سيدنا محمد، إلا ما كان تيجي سيرتها يفتكرها ويترحم عليها ويذكر فضلها، لأن هي عملت معاه كتير. ده اللي إحنا بنقوله ده بداية المشوار اللي ابتدت معاه السيدة خديجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فتمني يفتكر المشوار الطويل وكل خطوة فيه بتدي مثل وقدوة لكل امرأة في العالم ازاي تعملي في كل موقف. يبقى دلوقتي السيدة خديجة وموقفها ده بيوضح ازاي ان الرسول هو اللي اختار للرسالة، ولكن ما كانش يقدر يأديها بالشكل ده الا لما تكون معاه واحدة زي السيدة خديجة، تثبته وتشجعه ما تخلوش يرجع لورا. يبقى مش لازم انا المرأة هي اللي يكون لها دور، ممكن تكون دورها ده خلف رجل تاني، ومع ذلك يكون دورها عظيم، ولولا هذا الدور ما كانش هيبقى هذا الرجل بهذا العظمة. يبقى المرأة لها دور في المجتمع، وربنا سبحانه وتعالى عارف كده، علشان كده زي ما اختار سيدنا محمد للرسالة اختار السيدة خديجة علشان تكون زوجة سيدنا محمد. انت انسب واحدة تقومي بالدور ده، ماشي؟ وزي ما انتم شايفين السيدة خديجة ثابتة وقوية وهادية وحكيمة وقادرة على اتخاذ القرار الصح في الوقت المناسب، تمام؟ تبتدي الدعوة الإسلامية وتستمر حوالي 13 سنة في مكة و11 سنة في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيعيش في مكة فترة، وبعد كده بيجي له امر من ربنا سبحانه وتعالى انه يسيب مكه ويتجه الى يثرب اللي هيبقى اسمها المدينه. فالدعوه الى الاسلام هتمر بمرحلتين، مرحله لما كان الرسول عايش في مكه يبقى اسمها المرحله المكيه، والمرحله الثانيه وهو عايش في المدينه. خلاص؟ المرحله اللي في مكه استمرت كام سنه؟ 13 سنه، وفي المدينه 10 سنوات. أهم ميزة في مكة إن كانت الدعوة للدين الإسلامي، والدعوة دي كانت مرفوضة 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 جدا من مكة ومن قريش، وبالتالي تتميز هذه المرحلة بالكامل بالمعاناة اللي قدر يتعرض لها المسلمين بسبب إيذاء قريش واضطهاد قريش ورفض قريش وعند قريش. اتفقنا؟ اما بقى لما الرسول عليه الصلاه والسلام اتجه للمدينه، فماذا تقولوا؟ المدينه كلها كانت مع سيدنا محمد، وبالتالي كان في استقرار وامان، فابتدى ياسس حاجه اسمها الدوله الاسلاميه كما يتمنى. دي حاجه بقى يقدر يعملها في المدينه، ناس كلهم مسلمين، وانا دلوقتي انتخبتوني ان انا اكون الحاكم بتاعكم، فيبتدي يدير هذه الدوله ويدي نموذج ازاي ممكن نقيم دوله على الاسس الدعوه الاسلاميه اللي كلها عدل وخير ومساواة. ويبتدي يحدد بقى الحقوق والواجبات. الكلام ده يبقى فين؟ في المدينة. طب وانا في مكة؟ لا، ما كنتش اقدر اعمل كده لان عايش في وسط ناس رافضيني، فكل اللي كنت بعمله ان انا بحاول ادعوهم للدين
ها وهم يرفضوه. الدعوة المكية دي 13 سنة صحيح، بس هتمر برضو بمرحلتين، مرحلة سرية ومرحلة جهرية. يعني ايه؟ يعني اول ما ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه الدعوة ما قالوش قول للناس كلها، انت مش مطالب منك انك تقول للناس كلها، لا، شوف بس حد تحس ان هو ممكن يتقبل الدعوة وعنده استعداد وروح كلمه. يعني الدعوة تبقى في السر، ها، والعدد محدود، نقي الناس اللي تتكلم معاهم، يعني ما تكلمش اي حد، نقي الناس اللي تحس ان هم عندهم استعداد، ها، انهم يتقبلوا هذا الدين الجديد. والموضوع ما هيستمر 3 سنين، بعد كده هيجي له امر بانه ايه، الدعوة للناس كلها، لازم تكلم كل الناس ده. بس بعد ما تكون، ما تبقاش لوحدك، انت في الاول في الدعوة السرية دي انا كنت عايزك تزود العدد عشان لما تواجه الناس ما تبقاش واحد، تبقوا مجموعة، ماشي؟ يبقى التمهيد للدعوة من خلال انها تمر بمرحلتين، دعوة سرية، ماشي، عشان يوفر للرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار والأعوان في مواجهة قريش في المرحلة الجهرية. الدعوة السرية هتقعد كام؟ 3 سنين. ليه؟ عشان أتجنب أذى قريش. لما ابتدي الكلام كده واقول لهم يا جماعه سيبوا الدين اللي انتوا طول عمركم بتعبدوه وتعالوا معايا، طبعا هيقولوا له لا ويواجهوه، وهيبقى لوحده اللي بيتكلم، وطبعا ممكن يؤذوه ويتجمعوا عليهم كلهم عليه. فعلشان اتجنب اذى قريش، بس انا معايا الحق، مش انا معايا الحق ومعايا ربنا، ماشي، بس ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا برضو ان احنا لما نكون بنعمل عمل نخطط له، لازم نخطط ونستعد وبعد كده نواجه. ما تروحش بقى تواجه عدوك وتقول طالما ان انا معايا الحق يبقى لازم ان انا هنتصر. علشان تنتصر لازم يكون معاك الحق. ثانيا تستعد للقاء. الاستعداد طبعا مطلوب، ما نقعدش نقول بقى ايه نعتمد على ربنا، ده اسمه توكل. انت لازم تتوكل على ربنا، انك تاخد بالاسباب اللي ربنا اداها لك، تشغل عقلك، الناس دول مين، ها، والطريقه اللي انا اكلمهم بيها ايه، وازاي ممكن ما ابقاش لوحدي عشان نبقى 2 و3 وكل واحد فينا يبقى له عيله، ونبتدي كل واحد فينا ياثر في الناس دي من ناحيه، واخد بالك، اجتماعيا ونفسيا وفكريا بالكلام. يبقى علشان اتجنب اذى قريش لازم استعد. استعد ازاي؟ ان انا اعمل دعوه سريه ما ادعيش فيها غير القرايب، سيده خديجه، علي بن ابي طالب اللي كان متربي في بيته وهو ابن عمه، ماشي، احد الصحابه اللي هم بيحسوا ان يتوسم فيهم الخير، ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، وحتى ما بيختارش بيته عشان يتجمع فيه، كل ده تخطيط. يختار مين؟ بيختار دار الارقم، ابن ابي الارقم، احد المسلمين الاوائل، وخدوا مركز علشان يعلمهم كل حاجه بتنزل عليه. طبعا ابتدى القران ينزل، وابتدى الرسول عليه الصلاه والسلام ينقل لهم كلام ربنا ويحفظهم الكلام ده ويعرفهم ليه الايات دي نزلت. وفي النهايه بعد 3 سنين، 3 سنين، ها، ما بيسلمش غير كام؟ 60 مسلم بس. يركز معاك بقى ويقول لك بص في الشكل البياني، ولازم تعرف ان انت تحلله، ها، وتعرف منه بيانات كتير. بص كده هتلاقي العمود الكبير 31، يعني تقريبا نص المسلمين، هم 60، نصهم من الوجهاء والساده، يعني الناس الاغنياء. يعني كان في ناس اغنياء دخلوا في الدين الاسلامي من البدايه، ايوه طبعا، ده نصهم اغنياء ومن عيله. طيب أمال الموالي والعبيد والناس الفقراء 14 واحد، شايف؟ أهم 14 واحد أهو، برضو عدد كبير، الربع تقريبا. طيب النساء، الرسول أجلهم، قال لهم المرحلة الأولانية دي خطرة جدا، استنوا كده لما الدعوة الإسلامية تستقر وتنتشر والناس كلها تعرف بيها ويسودها الأمن والأمان، ندخل بقى المرأة عشان تكوني موجودة في عنصر في أمان. لا لا، مش صحيح، المرأة موجودة في الدعوة الإسلامية منذ بدايتها، ها، وبتواجه المخاطر منذ بدايتها، فالمرأة مش أقل من إيه؟ من الرجل، وعندها استعداد إنها تواجه وتقنع، ولازم تبقى موجودة، لأن برضه لما تبتدي الدعوة الجهرية
انا برضو هوجه الدعوه مش للرجل فقط، انا هوجه للرجل والمراه، فكويس ان يبقى معايا مراه من البدايه مقتنعه ومؤمنه عشان تشارك معايا، انا من ناحيه وهي من ناحيه، انا مع الرجال وهي مع النساء، انا من بره البيوت وهي من داخل البيوت. يبقى النساء لها دور مهم ولازم يكون لها دور مهم منذ بدايه الدعوه، منذ بدايه الدعوه دورها ما تاجلش، دورها ما تاخرش. ماشي. كل دول من مكه، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام معاه 12 من النساء، 31 من الاثرياء، 14 من الموالي والعبيد، وشاف من خارج مكه 3 وقدر ان هو يقنعهم ويتاثروا بيه. يبقوا في الاخر 60 واحد. يبقى مشاركه النساء بتدل على اهتمام الدعوه الاسلاميه بكل عناصر المجتمع سواء الرجال او النساء. طيب في ناس بتقول كلام بقى ان ايه؟ قامت الدعوة الإسلامية في بدايتها على أكتاف العبيد والضعفاء، على اعتبار إن الدعوة الإسلامية دي فرصة ليهم علشان يغيروا الشكل الاجتماعي بتاعهم. أنا عبد لكن ده دين جديد وجاي بيقول إن كل الناس متساويين والمفروض نتعامل كويس، ما فرق العربية على الأعجمية إلا بالتقوى، وحتى العبيد لهم نفس الحقوق لمين؟ للسادة. الكلام ده طبعا جديد ما نعرفوش، والعبيد طبعا ما كانش لهم أي حق خالص في المجتمع، لما يجي يقول لا لهم حق ومن حقهم ما حدش يظلمهم، يجي يبص بقى يقول لك نتمسك بهذه الدعوة الجديدة اللي هتجيب لنا مزيد من الحقوق والمكاسب في ظله. وعشان كده الدين الجديد بيدخل فيه العبيد، وان بدايته كان من العبيد، وان الناس دول هم اللي ابتدوا مع الرسول، وهم دول اللي ايه اللي وقفوا جنبه في البدايه لغايه لما انتشر. لكن كفكره كدين اسلامي يعني هم داخلين طمعانين في تحسين وضعهم الاجتماعي يعني، لكن الدين الاسلامي نفسه في حد ذاته مش مقنع، مش مقنع يعني كفكره، ان انت فكره ان انت تدعو ربنا سبحانه وتعالى وان انا مصدق الكلام ده ومؤمن بيها، لا. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. غلط ايه؟ ده تحيز مثلا؟ ده رأيك؟ لا مش حكاية رأي، احنا هنجيب الكلام ده بالأدلة، بإثبت تاريخيا، برهن من خلال قراءتك لإيه؟ للرسم البياني. بصوا كده في الرسم البياني، هل الدعوة والستين واحد كان معظمهم من الموالي والعبيد؟ هل الدعوة الإسلامية كلها معظمها من العبيد؟ إزاي؟ ما أنت عندك 31 يعني نص الناس من الناس الغنية. طب دول داخلين ليه بقى؟ عشان يحسنوا وضعهم الاجتماعي؟ بالعكس، ده لما يخشوا في الدعوة الإسلامية ممكن أهل قريش يزعلوا منهم ويتضايقوا ويعطلوا لهم تجارتهم، يعني هيتأثروا، وهيتأثروا إيه؟ سلبا كمان مش إيجابا، ومع ذلك دخلوا. يبقى دخلوا ليه؟ لأنهم مقتنعين إن الدين ده هو الدين الصح. يبقى أنا مش داخل طمعا في مال، مش داخل طمعا في وضع اجتماعي، لكن أنا في فكرة جت واقتنعت إنها صح، وقررت إن أنا أخرج بقى من عبادة الأصنام، ها؟ والتماثيل اللي معمولة حتى أحيانا من العجوة وباكلها بالليل لما أجوع، ها؟ إلى عبادة ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنا مقتنع إن اللي خلق الكون ده لازم يكون حاجة مختلفة تماما عن كل اللي أنتوا بتقولوه. اقتنعت وصدقت ودخلت. رغم ان انا لا طمعان في فلوس ولا طمعان في تحسين وضع اجتماعي. الدليل على كده 31 من كبار رجال قريش دخلوا في الدين الاسلامي منذ بدايه. الدين الاسلامي مقنع، شارك فيه جميع اطياف المجتمع، ده صحيح، شارك فيه الغني والفقير، شارك فيه الرجل والمراه، شارك فيه من داخل مكه ومن خارج مكه. الدعوه السريه اللي استمرت 3 سنين في الآخر على إن اللي خلق الكون ده ربنا مش الأصنام والأوثان، وبدأ يدعي كل القبائل اللي كانت بتزور الكعبة وبيت الله الحرام، ويظهر في موسم الحج، ويظهر في الأسواق، ويظهر في التجمعات، ويكرر الكلام مرة واثنين وثلاثة. لكن الكلام ده طبعا ما بيعجبش قريش، وبتحاول إنها ترفض هذه الدعوة بكل الوسائل. وبيحدد لك كده 4 أشكال اكتشفت ان العيله بتاعته
تقف قدامه، وخاصة عمه أبو لهب، ويحاولوا إنهم يقنعوه إن هو يرجع عن اللي بيعمله ده. لكن بمجرد ما الرسول وقف وبدأ يكلم كل الناس، وبقى واضح إن أنا بقول أنا النبي، أنا برفض عبادة الأصنام والأوثان، وبيكلم الكلام ده في كل حتة، ابتدوا إن هم ياخدوا إجراءات. زي إيه الإجراءات دي؟ زي حرب الشائعات والأكاذيب، يطلعوا عليه إشاعة، يا جماعة ما تصدقوش الراجل ده، أصل الراجل ده كذاب، أصل الراجل ده ساحر. يبقى دلوقتي يتخذوا سلاح اسمه الإشاعة، لا، ويتفننوا في إن الإشاعة يكون لها أكبر تأثير، والإشاعة يكون لها أكبر تأثير لو توفرت لها مجموعة من العوامل. أول حاجة، ها، أختار الوقت، ها، والمكان اللي أتكلم فيه. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو عايز أقول يا جماعة ما تسمعوش كلام الراجل ده، ليه؟ أصل الراجل ده ساحر، مجرد ما بيكلمك بيأثر عليك بالكلام، فأنت بتصدقه حتى لو الكلام ده مش منطقي، بيسحر لك كده، أه خلاص، ما بيخليك ما تقدرش تشغل دماغك معاه. لو قلت الكلام ده بقى عايزه الناس تسمعه، اقعد بقى اقوله ليك في بيتك، اروح ازور للراجل ده في بيته، يجي واحد يزورني اقوله له، هقعد اقوله لكل واحد؟ لا، انا عايزه اقوله في لحظه موجود فيها اكبر عدد ممكن من الناس. امتى الكلام ده؟ في موسم الحج. في موسم الحج الناس كلها بتتجمع، مش من مكه بس، من مكه ومن خارج مكه. يبقى في الوقت ده والناس كلهم مجمعين وموجودين في مكه، اما اقول الكلمه عدد كبير يسمعها وينقلها لما يرجع لقبيلته، يبقى انا ضمنت ان الكلمه انتشرت وبسرعه. كمان المكان المناسب ان اقف اقول الكلام ده عند الكعبه. ماشي، ما اقعدش اقعد اقولها في بيتي. خلاص، لكن اروح في المكان اللي ضامن ان الناس كلهم موجودين ومتجمعين، اللي هو مين؟ الكعبه، عشان لما تقولها اكبر عدد ممكن من الناس ان هو يسمع. كمان اللي يقول الكلمه، ها، لازم يكون حد له ذرة رأسية. يعني مثلا انا بكره واحد اقول عليه ساحر، اقول عليه كذاب، مين انا؟ انا واحد برضه، ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب، انت تعرفه منين؟ جاره، صاحبه. لكن لو انا قلت لك ده ساحر ولا كذاب، تقول لي مين؟ اقول لك انا ابوه. ابوه؟ ابوه بيقول كده؟ لا، ده مليون في المية بقى، يعني أو مش مليون، حتى لو أشك في الكلام بس أكيد في حاجة صح. أبوه، إذا كان أبوه بيقول كده بقى، هنا المرة دي بقى بيختاروا مين؟ بيختاروا مثلا عمه. لما عمه شبه الجزيرة العربية ومعروف العصبية القبلية ومحدش يتكلم على حد، خلاص، يوم هو عمه اللي يقول ما تسمعوش كلام. يبقى أنا بختار شخصية مؤثرة، شخصية تخليك تسمع الكلام. بختار واحد من كبار قريش اللي هو الوليد بن المغيرة. يبقى أنا بختار كبار البلد، ها، لما أقول مثلا المدير بتاع المدرسة بيتكلم على الطالب ده، ماشي، لما أقول أبوه وعمه بيقولوا عليه، كل الكلام ده يأثر. يبقى إزاي الشائعة ممكن تأثر؟ لما أختار الوقت، وأختار المكان، وأختار الشخصية، كده تبقى الإشاعة جايبة نتيجتها 1000000%. قريش ما تستهونوش أبدا، بأنها كانت بتواجه الرسول عليه الصلاة والسلام بحرب الإشاعة، عشان تنشر عليه الكلام، علشان الناس ما تسمعش كلامه خالص. لكن هل يا ترى هذا الأسلوب وأساليب تانية، ها، جابت نتيجة معاه ولا ما جابتش؟ ده الموضوع اللي احنا هنحاول نكمله مع بعض بالتفصيل إن شاء الله بكرة الساعة 5:30، هكون معاكم برضو، ونحاول نكمل مع بعض إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام واجه العديد من الصعوبات، وحاول إن هو يتغلب عليها بمساندة ربنا سبحانه وتعالى. أتمنى إن تكون الحصة بقت مفهومة وواضحة.